بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الفائز بالسباق والفائت عن اللحاق، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين، العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى وصيه ووزيره سيد المسلمين ويعسوب المتقين وتاج البكائين وإمام المجاهدين وتاج البكائين والحاكم يوم الدين علي أمير المؤمنين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أحبائنا المشاهدين، أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. بلغ بنا الكلام في هذه الحلقة في موضوع أشراط الساعة ومواقف القيامة بمسألة انطاق الجوارح. لاحظوا أعزائي، من أشراط الساعة يعني مقدمات القيامة، من المواقف التي يمر بها الإنسان وهو موقف حرج حرج صعب شديد، موقف يسمى بانطاق الجوارح. القرآن العزيز والكتاب الكريم يصرح بأن في القيامة ينطق الله سبحانه وتعالى جوارح الإنسان وأعضاء الإنسان للشهادة على الإنسان الفاسق والمجرم، بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يفعلون أو يكسبون. الآن نسيت الآية المباركة. على أي، العلماء استنبطوا من هذه الآيات والروايات عنوانا عقدوها في كتبهم بعنوان انطاق الجوارح وتطاير الكتب وانطاق الجوارح. تعرض بهذا البحث العلامة المجلسي رضوان الله عليه في الجزء السابع من كتاب بحار الأنوار. أعزائي لاحظوا، الآية تصرح بأن الله سبحانه وتعالى ينطق الجوارح، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا الكتاب كتاب حق اليقين في معرفة أصول الدين للعلامة السيد عبد الله الشبر رضوان الله عليه، يقول في الفصل الثالث انطاق الجوارح، قال الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، سورة النور الآية 24. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
وقالوا لجلودهم. المهم هو ها هنا محل الشاهد، أن الإنسان أيضا يخاطب أعضاءه، الإنسان يخاطب بدنه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. سورة فصلت الآية 19. بل المهم أن الأعضاء ينطقون يوم القيامة، بل فوق النطق. الإنسان يخاطب الأعضاء والأعضاء تجاوب الإنسان جواب منطقي معقول. يقول الإنسان لأعضائه: لماذا شهدت علي؟ يدي، رجلي، عيني، سمعي، أنت كنت جزءا من بدني، أنت كنت معي، بدل من أن تحبني، بدل من أن تحاميني، بدل من أن تراعيني، لماذا تشهد علي؟ العضو يجاوب، يقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هنا عندنا هنا نكات، نقف عند فاصل ونعود إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي فزهدنا فيها وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك، وانزع عنا جلابيب مخالفتك، وتول أمورنا بحسن كفايتك، وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك، وأجمل صلاتنا من فيض مواهبك، واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك، وأتمم لنا أنوار معرفتك، واذقنا حلاوة عفوك ولذة مغفرتك، وأقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك، وأخرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بالصالحين من صفوتك والأبرار من خاصتك، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ما هو معنى إنطاق الجوارح؟ إذن فثبت أن مسألة إنطاق الجوارح مسألة مهمة ومحققة يوم القيامة. المطلب الثاني أن الإنطاق يكون لأعداء الدين، لأن مسألة إنطاق الجوارح أمر مهم، إظهار معجزة من الله سبحانه وتعالى. اليد تتكلم، الرجل تتكلم، السمع والبصر ينطقان، والنطق فوق الكلام، لأن الكلام أعم من أن يكون كلام مهمل أو كلام له مضمون ومحتوى، ولكن النطق يعني كلام مع أسلوب بليغ، كلام مع مضمون عال، منطق. فرق بين النطق وبين الكلام، بين المنطق وبين الحديث وبين الكلام. فالقرآن يقول الأعضاء تنطق، نطق يعني كلام بليغ متين بأسلوب. فإذا الأعضاء تنطق، هذا يكون لأعداء الدين. الروايات تشير إلى أن الإنطاق لأعداء أهل البيت،
ربنا سبحانه وتعالى سيجعل النطق على الأعضاء في أعداء أهل البيت الذين غصبوا حق آل رسول الله وقعدوا مقعدهم وهتكوا حرمتهم. إخواني، نرجع إلى الرواية الحاكية لهذا المطلب وهذا التفسير. روى القمي رضوان الله عليه، علي بن إبراهيم القمي، في تفسير قوله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، سورة فصلات آية 20. القرآن الكريم وهو السند القويم الأبدي للدين المبين يقول: يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ببعض يشهد عليهم السمع والأبصار والجلود، جلود بدنهم تشهد عليهم بما كانوا يعملون. الإمام عليه السلام يفسر بأن هؤلاء هم الذين غصبوا حق أمير المؤمنين وقتلوا فاطمة الزهراء عليها السلام وقعدوا مقعد أمير المؤمنين، غصبوا الخلافة والولاية وحرفوها عن موضعها وحرفوا الكتاب عن معانيه الواقعية. يأتي الله يوم القيامة بهم، تعرض أعمالهم عليهم، يقال لهم: لماذا غصبتم الخلافة؟ لماذا حرفتم المقام والمناصب؟ ينكرون، يقولون: يا رب لم نفعل، ما فعلنا ذلك. بمجرد أنهم ينكرون يجعل الله سبحانه وتعالى النطق في جوارحهم. لاحظوا نص الحديث. الإمام يقول: إنها نزلت في قوم تعرض عليهم أعمالهم فينكرونها، فيقولون: ما عملنا منها شيئا، يا رب ما نعرف هذه الأفعال، نحن ما غصبنا الخلافة، نحن ما قتلنا الزهراء سلام الله عليها. فتشهد عليهم الملائكة الذين كتبوا عليهم أعمالهم، الملائكة الكتبة الحفظة، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب ملك وعتيد ملك آخر، يكتبان ما يقول الإنسان، ما يتفوه به الإنسان، يقيدان كل فعل وكل عمل من الإنسان. فقال الصادق عليه السلام: فيقولون لله: يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لك، يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون على ما تريد، طبعا يشهدون علينا ويحلفون بالله أنهم ما فعلوا هذه الأفعال. وهو قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، سورة المجادلة الآية 18. نقف عند فاصل ونعود إن شاء الله لتوضيح الآية المباركة. هل تعلم أن ما يثقل الميزان يوم القيامة حسن الخلق والصلاة على محمد وآل محمد وحب أهل البيت عليهم السلام؟ لأننا منغمسون نكره الموت ونكره ذكره، لأننا منغمسون بحب الدنيا وبذنوبها ومعاصيها وأهوائها،
الإنسان كلما تعلق بالدنيا أكثر واعتبرها أنها هي الحياة التي يعيشها، فمن الطبيعي أنه يحبها ويتعلق بها ويكره الموت. ومن هنا ورد الحث من أهل البيت عليهم السلام على ذكر الموت: اذكر هادم اللذات. يجب أن نذكر هادم اللذات، لأننا أحببنا الموت أم كرهناه سنموت. فالإنسان العاقل الذي ينظر إلى المستقبل الحقيقي، ما هو المستقبل الحقيقي؟ هو الآخرة. الدنيا هي مستقبل مزيف، هي مستقبل لا قيمة له مقايسة بالآخرة. نعم، الدنيا أهميتها في كونها مزرعة الآخرة، هنا أهميتها. أما هي بحد ذاتها مقارنة بالآخرة هي لا شيء. أخبرني، ما قيمة بضعة عشرات من السنين نعيشها مقارنة بمليارات المليارات التي لا نهاية لها من السنين؟ يا ترى الإنسان عندما بعدما أن تمر عليه عشرات المليارات في الآخرة من السنين، هل يتذكر هذه السنوات القليلة التي عاشها؟ هي لا شيء. أهمية هذه الدنيا في كونها مزرعة للآخرة. والإنسان العاقل والذكي والنبيه والذي يفهم هو الذي يغتنم هذه الدقائق، هذه الدقائق والساعات القليلة التي يعيشها لتلك الآخرة الحقيقية الطويلة التي لا نهاية لها. هذا ما يجب على العاقل أن يفهمه ويعمل له. ما هو معنى انطاق الجوارح؟ نعم أفاضلنا المشاهدين، القرآن الكريم يصرح بأن بعض المجرمين يوم القيامة ينكرون جرمهم وفعالهم، لهم جرأة على الله سبحانه وتعالى، يقولون يا رب لم نفعل. الملائكة تشهد عليهم، ينكرون، يقولون يا رب هذه ملائكتك تشهد لك علينا، ويحلفون على أنهم ما فعلوا. الآية تقول يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يعني الحلف بالكذب. وهم الذين غصبوا أمير المؤمنين، الرواية تصرح غاصبي حق أمير المؤمنين عليه السلام. فعند ذلك، يعني عند إنكارهم، عند ردهم شهادة الملائكة، يختم الله على ألسنتهم وينطق جوارحهم، أو يختم الله على ألسنتهم وينطق، على صيغة الإفعال نقرأ وينطق جوارحهم. بقدرة الله سبحانه وتعالى الجوارح تنطق، فيشهد السامع بما سمع مما حرم الله، ويشهد البصر بما نظر به إلى ما حرم الله، وتشهد اليدان بما أخذتا من غصب الخلافة، وتشهد الرجلان بما سعتا مما حرم الله. اجتماعهم على بيت فاطمة الزهراء، إحراقهم البيت، عصرهم للزهراء صلوات الله عليها، كسرهم لضلع الزهراء عليها السلام، ويشهد الفرج بما ارتكب مما حرم الله. ثم أنطق الله ألسنتهم فيقولون هم لجلودهم،
يخاطبون جلودهم، لما شهدتم علينا؟ فيقولون أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذن المستفاد من هذه الرواية ومن سائر الروايات أن الإنطاق خاص للمنافقين لأعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أما كل فاسق كل شيعة مذنب لا يبتلي بإنطاق الجوارح. في الكافي رواية أخرى في الكافي عن الباقر عليه السلام الإمام الخامس يصرح بأن الإنطاق خاص للمنافقين والكافرين، ليست تشهد الجوارح على مؤمن، يعني على الشيعة، الشيعة والموالي لا تنطق جوارحه عليه، لأن جوارح المؤمن والشيعة طبعا جوارح تشهد بالولاية، تعتقد بإمامة أهل البيت، هذه الجوارح طبعا لا تشهد على صاحبها، إنما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب. الجوارح تشهد على المنافق والكافر والمعادي لآل بيت رسول الله الذين حقت عليهم العذاب وحققت عليهم كلمة العذاب، فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه، أما شيعة أهل البيت فقد يعطى كتابه بيمينه. إذن المطلب الثالث أعزائي، لاحظوا مطلب مهم جدا، ما معنى إنطاق الجوارح؟ كيفية إنطاق الجوارح كيف تكون؟ القرآن الكريم يصرح إجمالا بأن الجوارح تنطق، أما كيف تنطق؟ يعني بمعنى أن هذا اليد تتكلم يوم القيامة، كيف تكون تكلم اليد والرجل والسمع والبصر على صاحبها؟ آراء العلماء في هذا المقام ثلاثة آراء. الرأي الأول يقول يجعل الله سبحانه وتعالى الأعضاء بشكل تنطق، يعني نفس العضو ينطق، كما أنه سبحانه وتعالى خلق اليد على هذا الشكل، خلق الرجل على هذا الشكل، على هذا اللون، على هذا المنوال، على هذه الهيئة، هو أيضا قادر على أن يخلق اليد بشكل يتكلم، هذا اللسان مقدار من اللحم، مقدار قليل من اللحم، خلقه الله سبحانه وتعالى على هيئة بشكل هذا الحلق وهذا الفم وهذا اللسان وهذا المخرج للحروف، يتكلم الإنسان بواسطة هذه الأعضاء. الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق اليد بشكل يتكلم، أو يخلق الرجل بشكل يتكلم يحدث، هذا ممكن على الله سبحانه وتعالى، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينطق على الجوارح، كما أنه يخلق الصوت، كما خلق الصوت في الشجرة لموسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام. القرآن يقول لما رجع موسى إلى تلك الشجرة، فلما جاءها نودي أن يبورك من في النار ومن حولها، يعني النداء من الله، الكلام من الله، التكلم من الله، ولكن الله ربنا يجعل التكلم في الأعضاء. نرجع إليكم بعد فاصل. Thank you.
يا ابن آدم ولدت باكيا والناس يضحكون، هل أنت يقضون في دنياك أم من الغافلين؟ ماذا قدمت؟ ماذا عملت؟ هل جهزت الراحلة للسفر؟ اقترب الحساب واقترب الأجل. لو قرب الأجل مني وانتقلت إلى لقاء الباري عز وجل، فسأحشر بعد الموت بوضعي الباطني، وعندها ينقطع الكلام عن صورة البدن، ولكل عبادة سر، وعلى كل حال سأحشر مع سر عبادتي. فهل ما قدمت من أعمال عبادية في حياتي كمشاريع إنسانية ودعوات دينية ونشاط إسلامي مع حركات إسلامية وتعلم للعلم وغيرها مقبولة عند الله عز وجل وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام؟ فهل يا ترى كتبت أعمالي وأقوالي في صفحة الخلوص ولا شيء في نظري غير الله؟ ورد عن أحد المعصومين عليهم السلام أن الإبقاء على العمل أشد من العمل، فأعمالي القلبية والعبادية أبغي فيها دوما رضا المخلوقين وجلب قلوبهم، سواء للمحمدة أو المنفعة أو لغيرها. والواقع هي من أحط وأدنى مراتب الرياء، فقد غلبت على نفسي الدنيا والعلو والرياسة، فلم تسلم بالمقابل عبادة من صوم وصلاة وحج وزيارة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام وذراريهم من تلك الشوائب. وكم من تعب قمت فيه وظننت أنه خالص لوجه الله، ولكن داخلها الغرور لأني لم أرى وجه الآفة القلبية في ذلك. نعم، لم تكن خالصة لله وأبتغي بها وجه، إنها تلك الآفة التي إذا عملت عملا سرا فالشيطان لا يزال بي حتى يغلبني فتكتب في العلانية، ثم لا يزال الشيطان بي حتى أحب أن أحمد عليه فأنسخ من العلانية فأثبت في الرياء. إن كل عمل قمت به لم أدرك به مرضات الله سبحانه وتعالى، ولم تكن الآخرة في قلبي، لذا كانت صلاتي خفيفة وسريعة ولا أحسنها بما يليق، ووقوفي بين يدي الباري عز وجل وهو الذي ينظر إلي حتى أنفتل من تلك الصلاة. وإذا صمت لم أكن أحسن الصيام ولا أتقن أيضا غيرها من العبادات، وأنتظر أن أنال الجزاء من الناس، أتوقع منهم أن يسمعوني كلمة أحسنت، أتوقع منهم أن يسمعوني كلمة أحسنت العمل وبارك الله فيك، بل أتضجر إذا لم يقل لي أحد بارك الله فيك. وربما زعقت وانهرت وأقول كم عملت وقدمت لأجلكم ولكن لم تقولوا كلمة أحسنت. لقد عملت بنصيحة أحد الإخوة الصالحين حينما أرشدني وأهدى إلي هذا العيب، وبفضل الله ورحمته الواسعة سأتجاوز وأتدارك ما بقي من العمر في سبيل الله وطاعته. فإني للوهلة الأولى ظننت أن الإخلاص مسألة بسيطة يمكن تحصيلها بأدنى جهد، لكن الذي يعرف طبيعة النفس البشرية وهواها ورغباتها وشهواتها يلمس عظيم المعاناة التي تصاحب العمل ليكون صافيا خالصا قربة إلى الله تعالى. والمؤمن بالغيب هو الأقدر والأجدر لتحصيل هذه الدرجة المعنوية العالية. إن من يعمل لله تعالى بصدق وعلى ضوء إيمانه فإن رب العالمين سيجعل محبته في القلوب حتى يحبه الجميع. لذلك أراد الإسلام أن يعلم أتباعه الإخلاص الحقيقي، فدعاهم ودربهم على عبادة السر في سائر المجالات، وجعلها أجرا وثوابا أفضل من عبادة العلن. لا شك أن للإخلاص كما لسائر الأعمال الخيرة والعبادات الجليلة التي أمرني الله سبحانه بها آثارا قد أرى أو أشعر ببعضها، لكن ما خفي علي أعظم أجل. ومن فوائد الإخلاص أنه يقلب المباحات إلى عبادات وينال بها عالي الدرجات. قال أحد السلف إني لا أستحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي ونومي ودخولي الخلاء، وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله، لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب للمهمات مطلوب شرعا.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. طول الأمل تأتي من حب الدنيا. الشخص الذي يحب الدنيا يكون له طول الأمل، إنه يتصور إنه بقاءه فقط يكون في هذه الدنيا ولم يفكر بالآخرة وعالم الموت. التفكر بعدم التفكر بعالم الآخرة وبعدم التفكر بالموت توصل الإنسان إلى أن يكون إنسانا ماديا، إنسانا لا شعوري، يعني ليس له شعور بالموت وليس له شعور بالوظيفة. فهذا الشخص لم يصل إلى الكمال، لأن الكمال هو الكمال الإلهي، يعني الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. تفكر هذا الشخص اللي يكون هكذا، يعني طول أمل، عند طول أمل نفسه هو ليست ذكية. ليش؟ لأن ما عنده فكر بالموت، ما عنده فكر، متى يستطيع أن يزكي نفسه؟ أما الفكر بالموت واليقين بالموت يكون الإنسان نفسه زكية، نفسه طاهرة، ودائما يسعى أن يحضر نفسه إلى عالم آخر وإلى دنيا أخرى، دنيا آخرة، يعني غير هذه الدنيا. ما هي الالتزامات التي تقوم بها لتؤدي دورك بالحياة قبل حضور الأجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يجب على كل إنسان مكلف عاقل من أول البلوغ، كما نصت الشريعة على ذلك ورسائل العلماء الأعلام والمراجع الكرام عزهم الله، حفظ الله الباقين ورحم الله الماضين، يعني الإنسان يجب أن يتهيأ في هذه الدنيا ويكون حذر، كالذي كما عبروا بعض الحكماء كالذي يسلك وادي فيه شوك وأدغال وغيرها، كيف يحذر ألا تصيبه منها مثلا أذية. هكذا الإنسان يجب أن يكون منذ نعومة أظفاره، ملتزم بالواجبات ما فرضه الله عليه سبحانه وتعالى، وهذه بالنتيجة هي بالأخص يعني عناية الأسرة والتربية للناشئة سواء للرجل أو للمرأة، بحيث يضعون القواعد الأساسية كما وضع الله سبحانه وتعالى لنا القرآن الكريم، وجاء الرسول والأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم وأشاروا إلى هذه الأمور بالدقة. ما هو معنى انطاق الجوارح؟ معناه أن العبد المجرم لما ينكر ما فعله من الجرم يشهد لسانه وتنطق جوارحه وتشهد أعضاؤه عليه، وذلك في الكافر والمؤمن. نعم أعزائي، الآراء في كيفية الإنطاق. الرأي الأول قال بأن العضو هو يتكلم بقدرة الله سبحانه وتعالى. الرأي الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم، ولكن يجعل صوته وكلامه في العضو، كما أنه جعل صوته في الشجرة لموسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام. الرأي الثالث أن الله سبحانه وتعالى يجعل علامات وأمارات على أعضاء الإنسان. العلامات تشهد بالجرم وبالفسق، يعني ليس بصوت، ليس بكلام، ليس بحديث، بل اليد فيه أمارة وعلامة تشهد. هذا آراء ثلاثة في كيفية الإنطاق. الحق أن جميع ذلك مستنبطات، يعني اجتهادات من العلماء،
كل أحد من العلماء ذهب إلى رأي حسب ما بلغ إلى فكره وحسب الشواهد والقرائن. أما نحن فنلتزم بظاهر الكلام بأن الله سبحانه وتعالى ينطق الجوارح، هذا المقدار نحن نؤمن به لأنه تصريح من كتابنا العزيز القرآن المجيد. ولكن كيف تكون الإنطاق، أما كيفية الإنطاق هذا أمر خارج عن محل بحثنا، نحن لسنا بمكلفين على أن نبحث عن كيفية الإنطاق ونقول بذهننا بأفكارنا وبآرائنا بقول يمكن أن يكون خطأ، نحن لا نعرف بكيفية الإنطاق، إذن نلتزم بأصل الإنطاق ونرفض هذه الأقوال ولو كان ينقلها الشيخ أمين الإسلام الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه القيم مجمع البيان في تفسير القرآن. إذن فهذه أعضاؤنا يوم القيامة تشهد. إذا كنا من شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فأعضاؤنا لا تشهد علينا، نعم تشهد لنا، أعضاء المؤمن تشهد للمؤمن بفعله الخير. أنت تعطي صدقة، تتصدق في سبيل الله بيدك، هذا اليد تشهد لك يوم القيامة. تسمع مصيبة الحسين صلوات الله عليه، هذا السمع هذا الأذن تشهد لك يوم القيامة، يا رب صاحبي سمع بي مصائب الحسين. عينك التي تبكي مع هذا العين لسيد الشهداء أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا العين تشهد لك يوم القيامة، هذا القلب يشهد لك يوم القيامة. ولذلك وردت في الروايات أن الأعضاء للمؤمن تنطق للمؤمن، تنطق بأفعاله الخير. والرواية إذا يسمح لي المجال أنا أقرأها، رواية لطيفة في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله عز وجل كما أمركم أن تحتاطوا لأنفسكم وأديانكم وأموالكم باستشهاد الشهود، كما أنكم في الديون في الأموال تستشهدون الشهود، تأخذون المواثيق تكتبون، فكذلك قد احتاط على عباده ولكم في استشهاد الشهود عليهم، يعني يوم القيامة يكون شهود عليكم أو لكم. فلله عز وجل على كل عبد رقباء، رقيب علينا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه عليه ما يكون منه من أعماله وأقواله وألفاظه وألحاظه. لحظ العيون، ألفاظ الكلمات كلها تثبت، كلها تسجل يوم القيامة، تشهد الشهود علينا. والبقاع تشهد، كل بقعة تصلي في هذا المكان، هذا المكان يشهد لك. تزور الحسين صلوات الله عليه، بقعة الحسين تشهد لك يوم القيامة. تزور الإمام الرضا عليه السلام بخراسان، البقعة تشهد لك بالزيارة. ولذلك وردت في الروايات أن المؤمن ينبغي أن لا يصلي في مكان واحد، ينبغي أن يصلي في أمكنة متعددة، لأن كل مكان يشهد لك بالصلاة، كل زمان يشهد لك. أنت تصوم شهر رمضان، النهار يشهد لك بالصيام، الليل يشهد لك بالعبادة، الزمان يشهد لك بتلاوة القرآن، يشهد لك بقراءة الدعاء. والبقاع التي تشمل عليه شهود ربه، الليالي والأيام شهود لك أو عليك، وعباد الله شهود، الأئمة هم الشهداء على الناس. ليكون القرآن يقول: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الأئمة شهداء على الشيعة، والشيعة شهداء على سائر الناس. هذا تمام الكلام في مسألة انطاق الجوارح. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله ظاهرا وباطنا.